المري. بسم الله الرحمن الرحيم، ما زلنا متواصلين معكم بالانطلاقات المتوالية وانطلاقات الفترة المسائية للأشواط المفتوحة وانطلاقة الشوط الثامن للثنايا القعدان بتعداد الأشواط للفترة المسائية وعبارة عن الشوط الرابع بانطلاقة ختام أشواط القعدان هنالك مع سن الثنايا القعدان في هذه الفترة المسائية. ننطلق ونندفع مع الصدارة والمقدم والانطلاقة، هنالك الصدارة إسعاف على المركز الأول على المقدمة مع حمد بن محمد بوصلة المري على انطلاقة هذا الشوط، ولكن هنالك الباز من الجانب الأيمن يندفع بدوره بشعار ماجد بن محمد بن حلفان المري من يندفع مع الصدارة والمقدمة. المركز الثاني دعونا نرى بديع بانطلاقته، بديع من أبدع بدوره وانطلق مع المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ تيمين بن عبد الله بن خليفة الثاني مع علي بن حمد بن جرحب المري بانطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث هنالك انطلاقة إسعاف حمد بن محمد بوصلعة المري من ينطلق بدوره مع إسعاف ومع انطلاقته مع المركز الثالث. المركز الرابع هنالك الانطلاقة من قبل مصيحان مع سلطان بن محمد القريوي مع انطلاقة رابع المراكز. والمركز الخامس هنالك عضيد انطلق عضيد بانطلاقته مع المركز الخامس، هنالك بشعار سعادة الشيخ الغاغاع بن حمد بن خليفة الثاني مع محمد بن خالد العطية المشاغب ينطلق بدوره مع المركز الخامس. خمسة أسماء، خمسة نجوم وفيف السار أذعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة والانطلاقة، هنالك والاندفاع مع الثلاثية والمثلث الذهبي منذ انطلاقة هذا الشوط، وهنالك الثلاث المراكز المتقدمة يباعدون من بقية الهجرة المشاركة وينطلقون بقيادة هنالك الباز. الباز إذن على المركز الأول على الانطلاقة الأولى مع ماجد بن محمد بن حلفان المري بن حلفان يريد محالفة الناموس في هذه الفترة المسائية مع الأشواط المفتوحة. عسى الله يوفقك بن حلفان ويوفق أخوان المشاركين بأدوارهم وبانطلاقاتهم في هذا الشوط وبالأشواط القادمة. إذن المركز الثاني هنالك بديع بانطلاقته بشعار سعادة الشيخ تيمين بن عبد الله بن خليفة الثاني مع علي بن حمد بن جرحب المري من انطلق بدوره مع المركز الثاني. المركز الثالث هنالك الانطلاقة مع إسعاف وحمد بن محمد بوصلعة المري بانطلاقة المركز الثالث. والمركز الرابع هنالك رابع المراكز يبتعد عنا قليلا، ولكن على ما يبدو بأن المركز الرابع عضيد بانطلاقة رابع المراكز، هنالك بشعار سعادة الشيخ الغاغاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المشاغب محمد بن خالد بن عطية. المركز الخامس وخامس الأسماء صيحان مع سلطان بن محمد القريوي مع خامس المراكز. خمسة أسماء خمسة نجوم، مع أنني أوعدكم بأن هنالك أسماء قادمة إلى عالم النداء والإذاعة. أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، وكما أذكر بصاحبة أفضل توقيت في هذه الفترة المسائية مع الأشواط المفتوحة خيرة هي من كانت صاحبة أفضل توقيت 9:46 جزئية من الثانية. التبريكات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وإلى مضمر خيرة هنالك عبيد بن شينان المري العمدة من غاد خيرة في الشوط الرئيسي وكانت هي صاحبتي أفضل توقيت. أعود مع الصدارة، أعود مع الصراع، أعود مع المقدمة، هنالك بن حلفان مع المركز الأول مع الانطلاق الأول والمرتبة الأولى، هنالك الباز على السيطرة على الانطلاق مع مقدمة الشوط ومع ماجد بن محمد بن حلفان المري وهو بدوره إذن يباعد رويدا رويدا عن بقية الهجن المشاركة مع المقدمة والصدارة. المركز الثاني هنالك بديع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع علي بن حمد بن جرحب المري مع المركز الثاني ومع انطلاقة ثاني المراكز. المركز الثالث دعونا نرى الغدوم من قبل إسعاف، إسعاف وسلالة إسعاف المعروفة إذا بن بريك، هنالك يقول سلالة إسعاف منطلقة هنالك مع المركز الثالث.
اسعاف مع محمد او مع حمد بن محمد بوصلعه المري مع المركز الثالث. المركز الرابع نرى الانطلاقه من قبل عضيد، عضيد على المركز الرابع لسعاده الشيخ الغعغاع بن حمد بن خليفه الثاني مع المشاغب محمد بن خالد العطيه مع انطلاقه رابع المراكز. المركز الخامس نرى هنالك ظبيان، وصل ظبيان إذن وهو نداء لظبيان في انطلاقته وفي اندفاعته مع المركز الخامس وانطلاقته بشعار سعادة الشيخ الغعغاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الذهبي سالم بن فاران. المري هو من يقود لنا ظبيان في انطلاقته مع المركز الخامس. خمسة أسماء وخمسة نجوم وفايف ستار أذعنا على مسامعكم بالوفاء والتمام. أعود مع البيج ستار، أعود مع النجم الكبير، النجم المتلألأ هنالك مع الصدارة مع المقدمة مع الانطلاقة. هنالك من يستريح استراحة محارب مع مقدمة هذا الشوط، هنالك الباز على الصدارة على الانطلاقة على الريادة على القيادة السليمة. ماجد بن محمد بن حلفان هو الغائد للباز بانطلاقته، وهذا هو الباز له سجلاته الحافلة، وهذا الشعار إذن له السجلات والبصمات المعروفة في الميادين وفي ميادين الخليج بانطلاقته هنا مع الباز ومع المركز الأول. المركز الثاني نرى الانطلاقة من قبل بديع، بديع المركز الثاني بانطلاقته بكل إبداع بكل تميز مع ثاني المراكز وبانطلاقته بشعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع علي بن حمد بن جرحب. المري في قيادته بالتضمير مع اندفاعة المركز الثاني. المركز الثالث انطلق عضيد في دورة وانتقل من رابع المراكز حتى ثالث المراكز في طريقه وبقربه الى الصدارة والى الانطلاقة. هنالك عضيد المنطلق بشعار سعادة الشيخ الغعغاع بن حمد بن خليفة الثاني مع محمد بن خالد العطية في اندفاعة المركز الثالث. المركز الرابع اسعاف مع المركز الرابع حمد بن محمد بوصلع المري مع رابع المراكز. المركز الخامس هنالك ظبيان مع خامس المراكز بشعار سعادة الشيخ الغعغاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فران المري من اندفع وانطلق بدورة مع المركز الرابع وبانطلاقة رابع المراكز. إذن المركز الخامس هنالك ظبيان أو اسعاف مع المركز الخامس حمد بن محمد بوصلعة المري، ولكن أعود مع الصدارة، أعود هناك ليرى شو اللي جرى وش اللي صار وش اللي استوى وش اللي تغير هناك مع الصدارة. هنالك التغيرات من قبل بديع، بديع انطلق بدوره مع المركز الأول مع القيادة مع الصراع مع التميز. بديع على المركز الأول بشعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني علي بن حمد بن جرحب. المري بالقيادة وبانطلاقة بديع وسلالة بديع مع المركز الأول، ولكن حذاري من وصل مع المركز الثاني وركز بن جرحب. المركز الثاني هنالك القدوم من قبل عضيد، عضيد على المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ الغعغاع بن حمد بن خليفة الثاني مع محمد بن خالد العطية مع المركز الثاني. و1200 متر 1200 متر ما تبقى عن خط النهاية، ما تبقى عن الناموس. الشوط بنوع حساس، الشوط بنوع رنان. المركز الثالث وصل ظبيان، ظبيان انطلق بدوره مع المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ الغعغاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري في انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع هنالك الغادم طويق، وصل طويق هنالك بانطلاقته مع المركز الرابع وبتسلله مع المركز الثالث لصاحب السمو الملك الامير تركي بن محمد بن فهد السعود عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. اذا العتيبي انطلق مع طويق مع المركز الثالث، ظبيان مع المركز الرابع لسعادة الشيخ الغعغاع بن حمد بن خليفة الثاني، سالم بن فاران المري. الله الله الله، اشتد الصراع، ارتفعت درجة حرارة هذا الشوط، وتسلل طويق على المركز الاول، انطلق مع الصدارة، انطلق مع الصراع، انطلق مع القوة. أي قوة هذه مع سن ما قبل الزمول، سن الثنايا. هنالك طويق وظبيان وإذا عضيد على المركز الثالث، ولكن الصراع ثنائية على المقدمة، ثنائية على الصراع، ثنائية على مقدمة هذا الشوط. الناموس مع من؟ ظبيان ولا طويق؟ طويق ولا ظبيان؟ يا بوي الانطلاقة، هنالك ظبيان على المركز.
المركز الاول او هناك طويق من غير بدوره من انطلق مع المركز الاول لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود. اذا طويق هو صاحب الكلمه صاحب الانجاز صاحب هذا الشوط مع المركز الاول الثاني والتبريكات نزفها لصاحب السمو الملكي على حصول طويق على المركز الاول والنقطه الثالثه لهذا الشعار والناموس موصول لعبد الرحمن بن سلمان العتيبي المركز الثاني كان قدم قبل ضبيان لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فران المري المركز الثالث كان قدم قبل عضيد لسعادة أو عضيد لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني المركز الثالث ثالث المراكز بديع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني المركز الخامس كان القدوم من قبل المركز الخامس كان قدم من قبل الحساس لعلي بن سعيد بن حلبان المري خمسة أسماء وخمسة نجوم هنا أدعناها على الوفاء والتمام ولكن المركز الأول وكان التوقيت الزمني والثاني والتبريكات نزفها لصاحب المركز الأول على حصول طويق والتوقيت الزمني لوقت وصول طويق إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس 6:07 بالوفاء والتمام الثاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والمضمر عبد الرحمن بن سلمان العتيبي المركز الثاني كان القدوم من قبل الضبيان 10:07 جزئين من الثاني الثاني التبريكات لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر محمد أو للمضمر سالم بن فرال المري على حصول ضبيان على المركز الثاني المركز الثالث كان القدوم من قبل عضيد على المركز الثالث بالتوقيت الزمني وغدر 10:13 بالوفاء والتمام الثاني التبريكات لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني والثاني موصولة للمضمر خالد بن عطية أو محمد بن خالد عطية على حصول